السلام عليكم، معكم الدكتور سعد السبتي، اخصائي في طب الاطفال. واليوم جيت نتكلم لكم على مرض كورونا وتاثيره على الصحه وعلى المنظومه الصحيه بصفه عامه. الوضعيه الوبائيه في هذه الايام الاخيره هي جد مقلقه، لا في عدد الاصابات، لا في الحالات الحرجه، ولا حتى في عدد الوفيات. لذلك تنطلب انا من المواطنين يديروا الكمامات ديالهم ويديروا النظافه والتعقيم ويتفادوا الاماكن المزدحمه ويديروا التلقيح، لانه تيقي من ان نوصلوا لا قدر الله في حاله الاصابه الحالات الحرجه ديال الكورونا والوفاه. تثبت الفعاليه ديالو في كاع الفيروسات، سواء الفيروس القديم سواء في الفيروس ديال ديتا. النصائح التي يجب على المواطنين اتخاذها هما ثلاثه، هو وضع الكمامه، اولا وضع الكمامه بالطريقه الصحيحه، النظافه والتعقيم، والتباعد وتفادي الاماكن المزدحمه باش ما يكثرش الفيروس وما يبقاش ينتشر ان شاء الله، ونقدروا نحدوا ونقيوا منه ان شاء الله. واخيرا نعاود نانسيستي على الفاكسان، اولا تيقي من انتشار المرض بفضل المناعة الجماعية، لكل شيء دار التلقيح إن شاء الله. ونقطة مهمة هي في التلقيح، هو أنه يقي من الحالات الحرجة والوصول لقدر الله للإنعاش والوفاة. الفاكسان ديال بين قوسين، الفاكسان ديال كورونا راه بحال الفاكسان ديال الجلبة ديال مرض السل. مرض السل ملي تنديرو الفاكسان ديال مرض السل ما تيقيناش من أننا نصابو بمرض السل، ولكن تيقنينا باننا نوصلوا لواحد الحاله خايبه ديال مرض السل اللي انتشر لنا في الصدر ديالنا ولا لا قدر الله في الدماغ ديالنا. في حاله تقريبا بحال بغيتي الا جات تقدر نقولوا في حاله كفحال هذاك الفاكسان حتى هو تقدر دير الفاكسان. شحال الناس يقولوا انا داك الفاكسان وتصابيت به، هي درتي فاكسان وتصابيت به ولكن ما وصلتيش لواحد الحاله لا قدر الله خايبه. لذلك الوزاره في الاول باش بدات بالناس اللي عندهم امراض مزمنه اللي فراجيل، بدات بهم هما الاولين حيت هما اللي بلي فراجيل، ومن بعد عاد دازت للصغار. الناس الصغار واخا عندهم المناعه مزيانه ولكن يقدروا يتصابوا بهذا المرض ويقدروا يوصلوا لا قدر الله للانعاش ولا حتى الوفاه. شنو هما النصائح اللي نقدروا نعطيو للناس اللي عندهم مريض في الدار ديالهم وعنده مصاب مرض كورونا؟ اولا خصو يتعزل، يتعزل في واحد الغرفه مهويه باش الفيروس ما يكثرش في هذيك البلاصه. ثانيا الا بغاو يدخلوا عنده يديروا كمامه ويديروا النظافه، ياخذ الدواء ديالو، يحرص على انه ياخذ الدواء ديالو بانتظام. وهما عاوتاني حتى هما خصهم يتفاداو الاماكن المزدحمه باش ما يجيبوش الفيروس من بلاصه اخرى. خصنا نعرفوا ان الفيروس ينتقل في الناس اللي ماشي مصابين، يعني انت الا كنتي عارف هذا السيد مصاب احتمال ان الانتقال ديالك للفيروس قليل، حيت عارفوا دوكا تدير الاحتياط ديالو. الخوف مناش لان شي واحد ما عارفش عنده الفيروس وتدوي معاه، جالس معاه في القهوه بلا كمامه، تتاكل معاه، تتلاقى معاه في الطوبيس، تتلاقى مع شي الناس، هذوك ما تتكونش داير الاحتياط، تقول هذو راه مرات ما بين فيهم والو، يقدروا يكونوا حاملين الفيروس وتنقلوا لك هذاك المرض. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.